هسه احنا بمنطقه السرج خانه، هاي اسواق يعني تجاريه. والله ساعدنا حمله تنظيف الشارع الموجود هسه بالسرج خانه، والتكاليف مال الصرفيات يعني مال الاليات على اصحاب المحلات، وماكو اي دعم من الحكومه نهائيا ولا من البلديه، ولا اهل المحلات يجمعون من كل محل قسم من مبلغ ويجمعوه ينطوه للمقاول، المقاول يستلم المبالغ اللي مجموعه من المحلات يقوم ينظم. هاي المنطقه القديمه نهائيا ماكو اي دعم بها بالاخص. والله ما نطالب كل شيء، على شو نطالب؟ ومن اللي طالب وحصل شيء؟ نشكر قائد فرقه الخامسه على معاونته لنا وتسهيل مهمتنا، ونطلب مساعده البلديه والكهرباء يجون على مود البواري، واصحاب المحلات يجون يشوفون محلاتهم، محلاتهم مسيبه والشارع نظف تنظيف كامل، بس يجون اهل المحلات ومعاونه البلديه والكهرباء. احنا بالنسبه لنا سكان منطقه السرج خانه بيوتنا هنا ومحلاتنا، فقمنا بالتنظيف على حسابنا وعلى حساب المحلات، البلديه ما لهم اي دور ولا شفنا منهم مساعده، فعادي يجون يساعدوني من دون ماي كهرب، شلون واحد يرجع شلون يسكن ببيته ومنطقته كلها صايره خرابه، لا تعويض لا اي شيء ماكو هنا، شلون واحد يرجع هنا يكمل؟ كملت التنظيف تقريبا؟ تنظيف بعد باقي عندنا هنا، راح نروح على الشارع هنا. الاليات كلها يوميات، ايجار كلها مال اهالي، تشتغل بيوميات على اصحاب المحلات. ان شاء الله هاي المحلات، والله ان شاء الله اذا صار دعم من الحكومه وصار جسر وصار طريق سهل راح تفتح المحلات وترجع الحركه مثل ما كانت.